ايه ده؟ سيبوا الكوف ده. ايه اللي يجمع اشكال زباله زيكم كلها في مكان واحد غير نار جهنم؟ جود مورنينج شهندا، انا عايزكم دلوقتي تركزوا معايا. الشغل مستر رجع موضه، بكره تشوف يونس اللي مش عاجبك ده هيبقى ايه. حلو قوي. لا صحصح يا ميكي، ده انت فار يالا. عايز تشرب صلاح الدين حشيش يا كافر. وبما انك حامل المفروض تقعدي في بيتكم، ما تجلناش بالمنظر ده. ايه العربيه اللي ابوك راكبها؟ انت ابوك عزت ابو عوف ولا ايه؟ في حاجه مهمه قوي لازم تتعمل الاول. لا ده انا صايع قوي. صدق واعترف ان انا راجل جامد ومعلم على اي حد. انا انبهرت، انا بهير نفسي انبهرت. ثانيه واحده خش حزيني. انا طالع مأموريه بس قلت ما اطلعش غير لما اسمع دعوتين حلوين منك. بقول انا توت، انا دلوقتي مش بكلم توت الملك، انا بكلم توت التمثال. محبور يقول لمامي حاضر. عايزين نحترم الحمله عند الست، انا كمان عايز الستات تحترم الكرش عند الراجل. مزبور. لان اقل كرش راجل مننا قد الحمل ده مرتين. ده احلى يوم في حياتي. استاذن انا بقى يا جماعه عشان عندي 100,000 حاجه اعملها. هشام ماجد، محدش من اصحابك من لعيبه الكوره زعل منك عشان الفيلم؟ انت مقدم برضه لاعب الكوره بشكل مش الطف حاجه. ليه؟ بالعكس. مش هنحرق هو عمل ايه طبعا يعني. بس لا، وانا اصلا كنت لعيب كوره زمان، وبسبب الفيلم ده قررت ان العب، ارجع العب كوره، لان انا طبعا يعني ما بقتش جسم لعيب كوره. كنت لعيب كوره يعني في نادي ولا كنت لعيب كوره في نادي في فتره الناشئين وكده، وبعدين لما دخلت هندسه بقى سبت الكوره. انا عارفه ان انت زملكاوي، بس ما كنتش عارفه انك بتلعب نظاميا في النادي. لا كنت بلعب. فقبل الفيلم ده كنت حبيت ان انا ارجع شكل لعيب كوره والسنس برضو بتاع الكوره، عشان ما كنتش كويس خالص. فرجعت لعبت في فرقه 11 ب 11، وقعدت سنه مثلا العب فيها قبل الفيلم، وعجبني بقى فمكمل. بلعب فيها لحد دلوقتي كره القدم تاني. لا طب السنه بتلعب دي اكيد لها فوائد كتيره جدا. خسيت كتير، انبسطت، ابتديت احس ان انا يعني عارف حاجات كنا بنعملها واحنا صغيرين وما بقيناش نقدر نعملها دلوقتي. حسيت ان انا رجعت ان العب كوره، ان انا انزل اروح التمرين واخلص التمرين، ويبقى عندي يومين مثلا في الاسبوع فيهم تمرين ملتزم بيهم. فدي حاجه بسطتني جدا. ده انا قالوا لي انه هشام ماجد ده هو الالتزام، هو هشام ماجد. يقول لك هشام ماجد، انا عايز بس اقول حاجه بقى. ليه حضرتك لما اجي اتكلم انا مين صبري؟ فين يا صبري يا جماعه؟ هو صبري ده عارف فلوس ولا ايه؟ هو صبري مين صاحب المايكات ولا ايه؟ صاحب المايكات؟ اتكلم ولا هتنده لصبري؟ كنا بنقول ان هشام ملتزم جدا. انا عايز اقولها على حاجه مهمه قوي، يعني انا شهادتي مجروحه في هشام ماجد. انا اللي خلاني اعمل الفيلم ده ان انا مدين، يعني انا مش جايه جامل هشام ماجد ولا لصناع الفيلم. انا جايه ارد لهم اللي هم عملوه معايا. انا طبعا هشام ماجد في اول فيلم ليا، واكتشفت بعد ما هشام كلمني ان الفيلم انتاج يعني محمد حفظي، اللي هو كان اول فيلم عرفني اعرفكم عليا، اللي هو بنات العم، كان من انتاجه هو ووائل عبد الله، صح كده؟ وبطوله الثلاثي احمد فهمي وهشام ماجد وشيكو. هشام ماجد بقى يعني من اقدب حد ممكن تقابليه في هذا الوسط. انتوا احرجتوني يا جماعه كتير في القعده دي. والله العظيم انت حقك يا هشام. لا بجد، اخلاق، التزام، صاحب صاحبه، لو انا متضايق هيخرج من اوضته ويقعدني فيها، ومش انا ده الاصغر مننا بكتير هيعمل معاه كده هشام ماجد. واقف معانا كلنا. افتكرت لما انا يعني انا جيت احسبها حسبه الاول ان انا مش هعمل كده عشان انا ده دور صغير جدا، افتكرت لا ده هشام ماجد اللي وقف معاك كتير قوي من ساعه ما طلعت، رغم ان انا اكبر منه في السن، ولكن هو طبعا اكبر في المقام. الله يخليك. حبيتك جدا يا هشام، وبحبك.
بصوا بقى طب في لقطتين لقطه مزدوجه كده يا احمد. اولا فكره انه الانسان يبقى يفتكر الفضل ويبقى ممتن ويشكر الناس اللي هو حاسس ان هم اثروا فيه زي احمد فتحي، دي حاجه محترمه جدا يا احمد. طبعا. وان احنا نكتشف هشام. لا انا عايز اقول حاجه بس انا عشان هو سبقني فيها، انا فعلا عايز اشكر صحابي في الفيلم ده، يعني بالذات احمد فتحي ومحمد ثروت ومحمد كيلاني، لان الثلاثه هم نجوم كبار جدا، والادوار اللي هم فيها في الفيلم هي ظهور خاص، يعني هي ما بتعبرش خالص عن قيمتهم الفنيه، انما هم قالوا لي احنا هنعمل الفيلم ده عشانك يا هشام وعشان نقف جنبك، وفعلا وهم اضافوا كتير للفيلم. وويزو كمان. وويزو طبعا جت يعني ده كلمناها جت في ساعتها وما طلبتش اي حاجه، فانا بشكرهم جدا. شكرا واضح ان انت شكرا للناس هم فعلا وقفوا جنبي جدا في الفيلم ده. بس هو في حاجه بقى مهمه والراجل ده هشام فتحي يعني انا مثلت معاه مره قبل كده، كانت من احلى المرات اللي مثلت فيها بشهاده اصحابي، كان في مسلسل اسمه صدرات. ده من احلى الحاجات الكاركترات اللي كنت عملتها، كان اسمه خيري جزمه، حتى هم اعجبوا جدا جدا بالكاركتر ده يعني.